الشهادي دابا هادي 11 عام هو تما، ما عمرو دبز مع حد، ما عمرو حك على حد. انا ولدي صالح ماشي بغاو 1000 شاهد يجي بيني شدك الولد بين صالح، لا من هنا ولا من بلجيكا. مشى دخل يشري غير الكومير خارج، قال لهم واش باغيين تدبزوا معايا؟ قال لهم قال له انا ما كندبش في رمضان. هو خرج من تشوه من القميجه ديالو، جا هو سلخ ديك حيد الجاكيطه ديالو الشكيره ديالو لاحه، ملي لاحه سهلوا هما عليه، سهل معاهم بالكروشيات هما كيضربوا وكيضربوا، ما ثلاثة بيهم، واحد راه مازال مطلوق وجوج راهم شادينهم في بلجيكا. منين ضرب معاهم جا هما منين شافوهم، حيت هما ولدينا لاعب داك الشيء البوكس ما غير جاو على غفلة ضربوه بداك الرشاشة لعينيه، هو حنا على عينيه كيدير هكا كيمسح عينيه من داك الرشاشة، والآخر حشالو الموس في جنبه، حشالو الموس بقى لاصق له في لحمو، حيدو بيديه ولاحو وما حسش بداك الدم اللي خارج. قال له أنا، قال له شي واحد قال له رشيد راه الدم عندك في الكبوط. بقى هو مسكين ساحت، هو ساحت حتى هما هربوا، ضربوه والاخرين تمو عاود ولا مش قالوا طاح تمو ولاين، غير واحد عرج اللي نقدو وتم جاي ما خلاوش زعما غيكملوا عليه، فهمتي كيفاش؟ تم ولاين جا واحد مسكين قال غير في الكروسه مصرف هو ويا مسكين دايروا بحال خاه ولا اكثر، كيقبضهم هذاك ربي غلبوا عليهم كيطيحهم بجوج غير ما جاوا البوليس. ما دايلنا هاد الناس، ما دايلهم، ما دايرين حتى شي حاجه، غير كره. انا ولدي سبحان الله اللي خلقو، اللي لابس برزيل مزيانه كتجي معاه، ولا لابس كبوط كيجي معاه. ولدي تبارك الله هاد الباب راه ما تدخلوش، هو ما كيدابش، عمره ما دابز، هادي 11 عام ولا 12 عام هو بلجيكا، عمره ما دابز مع شي واحد، ولا عمره دار العيب مع شي حد. ما كتجمعهم غير هنا ولاد البلاد، راكي عارف ولاد البلاد كيتجمعوا، هو كيدير البصره كيطيبها وكيديها للجامع. مني جا واحد النهار لقاه غير لقاه هكا، قال له رشيد واش تعطيني هاد البصره نمشي نتعشى بها؟ قال له هاك خودها. جا واحد الدري سبهم، مشاو قالوا ها الرشيد، جا رشيد دايرين هكا بحال هكا، ما سلمش عليهم، داك ما سلمش عليهم صافي، طلع لهم العاكس على داك السليمه اللي ما سلمش عليهم. ايوا وقع ما وقع، انا دم ولدي ما ندوزوش، كنطلب حق ولدي ما يضيعش، وكان ولدي دم ديالو ما يضيعش، وولدي ماشي غدا يدوزو عام ولا عامين ولا ثلاث سنين ويخرجوا، راه حنا ما مسامحين لهم لا في الدنيا ولا في الاخره، على حقاش تعداو لي على ولدي وضيعوني فيه، ما عندي لا اللي خدم عليا لا اللي يردم عليا لا والو، كيدخل عليا عندي ذاك الولد ما عمري خلاه لي باه، عنده 8 سنين ولا 7 سنين وانا كنقاسي عليهم، خدمت في القهاوي لا خدمت في الديور باش كبرت ذاك الولاد باش نافعيني، ها انت تشوف فين صدقنا. احساس للي يعطي لشي مسلم وللي يوريه لشي واحد، واحد الاحساس ما نقول لكش، فاس كله كيعرف خاي وكله كيشهد له بالخير اللي كيدير مع الناس، لا كبير ولا صغير، هبط للمدينه للتالي فيهم سولهم على رشيد، يقول لك الحب الناس ليه كيفاش داير، كتشوف داك الجنازه ديالو كيفاش داز، راه ما نقول لكش، راه داك الخير اللي كيدير لهنا لا في بلجيكا ولا في المغرب، ما كيتعدى على حد، ما كيظلم حد، ما حتى شي حاجة، حتى الصحاب ديالو قلالين، ما كيتصاحب مع حد على حسب هاد المشاكل، وهاد الناس هادو غير تعداو عليه الله في سبيل الله، ما دار لهم حتى شي حاجة، ما والو، هما عوالين عليه وعيطوا لوحدين اخرين في التليفون باش راهم غاديين يدابزوا معاه، ولكن هو ما عوال جاي عندهم هو كيضحك، هو جاي كيضحك عندهم، عنق واحد فيهم قال لهم واش جايين باغيين تدابزوا معايا، هما واحد دابزوا باليدين، حتى هو دابز معاهم بيديه، ولكني ما كانش عوال غادي يغدروه وغادي يقتلوه، واحد ضربوه بكليمونجين المره الاولى وخيمه دات منه ما جابت، ولا عاوتاني ضربوه المره الثانيه، ولا عاوتاني فاش ضربوه شد بيدو هكا حاني على الاخر باش غيضربوا الاخر، كيضربوا القلب طيحوه، هذاك قال له قتلتينا ابراهيم الاخ ديال نزار ايديل راه هو اللي قتلو، كنخافوا هاد العداله يعني تدير شي حاجه اللي ماشي هذاك، حنا كنطالبوا بالحق ديالو، واخا يدوز تما يجي للمغرب راه حنا غنتابعوه. هادو هما المجرمين اللي قتلوا لي خاي، هادو كنطلبو من السلطات كلشي ياخذ الاجراءات ديالو، هذا خو ازار ايديل هو اللي قتل لي خاي، المجرمين القتاله غصبوه في شبابه في حياته، ما كنسمحوا لهم لا دنيا ولا اخره، هادو هما اللي قتلوا لي خاي، هو هذا خو المغني، هو هذا اللي قتلي، هو ولد خالته، هادو بجوج هما اللي قتلوا لنا خاي، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق في هذا النهار.